والله يا عيال انزل انا اعمل مرور عليكم بدل ما الاقيكم واخدين بالكم من الامن. كل واحد مالي في حاله، اللي عمال ياكل رز ولحمه، واللي عمال يشرب شاي ويشد بوري، واللي عمال يتفرج على الخواز وهي بترقص، وسايبين الناس تتسرق والستات تتعاكس. انا نبهتكم وعرفتكم نظامي وقلت لكم ايه نظامي بالظبط، وانتوا ما نفذتوش الاوامر. استقبلوا بقى الوش التاني. قول ايه بقى يا سعاده البيه، ده احنا ما بنشوفش الظفر الا من السنه للسنه. والشاي كمان يا مذكور ما بنشوفوش غير من السنه للسنه. انا دماغي تقلق والله يا فندم، فقلت اظبطها بكوبايه شاي علشان افنجل واعرف اشتغل. لا يا استاذ، الشغل ده مش هينفع معايا خالص. عايزين اي حاجه اجيبها لكم لحد هنا، اكل شرب اللي انتوا عايزينه، بس تخرجوا من هنا كل واحد عينه في راسه ومفتح عينيه. كلام واضح؟ واضح يا فندم. ربنا يعمر بيتك يا فندم. يعمر بيوتكم بالفلوس الحلال مش فلوس الغلابه. اصرف يلا، مش هسمح باي تجاوزات تانيه. خد لقمة البتنجان دي زي العسل، هي مشطشطة بس زي العسل. ربنا يخليك يا جمالات، والله مش قادر خلاص، كل انت بالهنا والشفا. خلاص كل من السلطة اللي انا عاملها لك، السلطة زي الشاه. ماشي يا خربوش، حاضر. منور يا باشمهندس. ربنا يخليك يا عم حسن، ده نورك والله. والله يا ابن الود ودي ان انا كنت اتبع لك عجل من العجول اللي عهد دي. ربنا يخليك يا عم حسن يا رب. ايه ده؟ انتوا شطبتوا على الاكل؟ لا يا نوسه تعالي، انا قدامي اكل كتير اهو. بالهنا والشفا يا باشمهندس، كل انت. لا مش هكمل اكلي غير لو جيت قعدتي تاكلي معايا. الله، جرى يا باشمهندس، وانا جايبه لك الاكل ده كله عشان تقول لها تعالي كلي. يا جمالات مش بيقولوا لقمه هنيه تكفي 100؟ خلاص يبقى سلطه هنيه. ما تاكل ولا انا مش قد المقام ولا ايه؟ لا ازاي يا خربوش، ما تقولش الكلام ده. تعالي يا نوسه، تعالي تعالي اقعدي. تعالي هنا يا نوسه في الواسع، الحته دي واسعه. لا خليها هنا عشان تبقى بس قريبه من الاكل. طب ما تخش عليا انت، تعالى معلش ناكل بس يا جمالات. كل اللي انا والشيف. السلطه بتاعتك يا خربوش، تسلم ايديك. ها ايه رايك؟ شويه سلطه معمولين مزاج فيهم صنع. حلوه 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 خربوش قوي. دوق 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 جمالات. لا ده دي جيت مخصوص. خد يا نوسه كل. وانت هتاكل ايه؟ انا اكلت الحمد لله، حتى اسالي جمالات. يعني اكلت ايه؟ ده انا عماله اتحايل عليك عشان تاكل، مش عاوز تاكل. ما اعرفش كان نفسك مسدوده ولا ايه. يا بختك يا باشمهندس، جمالات بنفسها بتاكلك. ضمك ده عيالك والله. اه والسلطه بتاعتك كمان. بقول لك ايه يا باشمهندس، انت بكره بقى لازم ترد لي العزومه دي. بس كده؟ بكره يا جماعه ان شاء الله كلكم معزومين على العشاء. الله، جرايه يا باشمهندس، وانا كنت بقول لك عشان تعزمني الفرقه، انا كنت عاوز اتعشى انا وانت لوحدنا. والله يعني على راي نوسه الاكل ما بيحلاش غير في اللمه. بقول لك ايه، طب اديني شويه من السلطه اللي قدامك دي. اه قوي قوي يا جمالات، دي هتعجبك جدا. تسلم ايدك. اه عشان لما تحرم من ايديك ابدا. انا والشيف. ايه ده الله يحرقك، جوانب حطانا في السلطه. قوم يا فاري يا ابن الفقري، هات لي ميه بقي مولع. قوم يا واد هات لي ميه. ما تزوقش خربوش. الله، انا ما كنتش عايزاك تاكل منها. ما تقلقيش هردها لك. يا ستي امشي، ما الناس دي لازم تمشي. ما واقفين اهو. اطلعي بس قدام، اطلعي. اوعي البت. ايه ده؟ عربية عمر اهي. عربية عمر؟ الله 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 الله. طب اقفي جنبه هنا، اقفي جنبه. ايه اللي جابه هنا؟ إيه يعني جاي يتمرجح ولا ايه؟ اكيد عجبه الحال هنا. اقفي اقفي هنا. تعالي بس. تعالي فين؟ اركني وهنخش على رجلينا جوه. ازاي انا هنزل هنا يا عم عصفور؟ لا طبعا انزل انت. ما هو ما ينفعش نخش بالعربيه جوه وسط الناس. اتفضلي اقفلي عربيتك. تعالي. معقولة عمر هيسيب عيد ميلاد مهر ويجي مكان زي ده؟ ايوه مكان زي ده انا عارف هيكون هنا. تعالي بس، تعالي وانا هجيبه حالا. حلو يا باشا، مش حلو؟ قولوا النبي. اه والله. امال الناس ما بتضحكش عليها ليه يا باشمهندس؟ هاجي بكره اقعد لك في الصاله واضحك واقلب الدنيا. والله عادي يا باشمهندس، بقى انت قاعد تضحك وتهزر هنا وبابي يقلب الدنيا عليه. انت مين يا بيت؟ بابي ده انت جاي شلنا هنا يا عم بيت. فريد ده العادي فيه ايه؟ انت مين يا اخت وعاوزه ايه؟ بس يا جماعه دول تبعي تبعي. معلش يا منى، اصل قاعده مع الجماعه ما يتشبعش منها. طبعا يا باشمهندس، ما هو باين. انما يا منى اتعشيت حته عشوه كانت عايزاكي. خليهم يقعدوا يا باشمهندس ونبعد نجيب اكل تاني. اه تعالي يا منى، تعالي اقعدي جنبي في واسع هنا وعيوني. ايش هينفع؟ يلا يا باشمهندس، بدل ما الباشا الكبير يجي ياكلنا كلنا. عن اذنكم يا جماعه. هتمشي؟ لازم امشي يا نوسه، وبعدين اهو تستريحوا شويه برضو. هنشوفك بكره؟ اه طبعا هتشوفيني بكره. صباح الخير. وانت من اهلي؟
ونصب على اي حبه عين على حاجه حلوه زي كده يا جمالات. يلا يا باشمهندس قربوا طول بعض. صباح الخير. لو انت مالك يا جدعان، انت بتدخل ليه في اللي مالكش فيه؟ معلش معلش، يلا بينا. مع السلامه يا باشمهندس. سلام. مع السلامه. استناك تيجي تضحك في الصاله. ماشي يا باشمهندس. جدع ابن حلال بشكل. معقول يا باشمهندس حد يسيب حفله عيد ميلاد مها هانم ويجي يقعد مع شويه القرود دول؟ مش مهم يا عم عصفور، كلنا ولاد ناس. المهم دلوقتي هنقول لبابي ايه؟ هو اتصل؟ يوه يجي 10 مرات. طب وهنعمل ايه دلوقتي يا عم عصفور؟ شوف لنا حل. اتصرف، فكر، شوف هتقول للباشا ايه. ده الباشا لو شافك ممكن يسحلك يا باشمهندس. يلا اتفضل اتفضل. هتيجي معايا ولا معايا يا عم عصفور؟ معاكي طبعا، مش معقول اسيبك تزوق لوحدك. اتفضلي اتفضل يا باشمهندس. اتفضل اتفضل. انت هتنامي؟ اه يا دوب بقى. كنت عايزه اقعد ارغي معاكي شويه. نوس كل يوم بنقعد نرغي. اقعدي يا نوس ارغي. شفت عمايل النغه جمالات قصدها ايه دي؟ قصدها يعني انت مش عارفه قصدها يا نوسه؟ دي العامله حساب لحد ولا مراعيه ان هي على ذمه راجل تاني ولا اي حاجه. شفت كانت عماله ترمي جدتها على عمر ازاي؟ سيبك منها، دي قدام. قوليلي تفتكري مين البنت اللي جت سالت عن الباشمهندس النهارده اللي كانت هتموت عشان سايبها؟ يمكن اخته ولا حاجه. وليه ما تكونش خطيبته ولا مراته؟ انت ما شفتيهاش اتضايقت ازاي لما شفته قاعد معانا؟ لا لا، ما افتكرش انها زي ما بتقولي كده. ليه يعني؟ اصل ما فيش في ايديها دبله، اصل انا قرت الصباع اللي بيبقى فيه الدبل. ما هو كمان ما فيش في ايديه حاجه. تطلع مين دي بقى؟ المهم قولي لي، هو طلع ازاي من صندوق الساحر؟ مش هقولك. زي ما قلت لك يا عم عصفور، اوعى تقول لبابا انا كنت فين. خصوصا ان هو هيبقى جاي زعران جاهز عشان ما حضرناش عيد ميلاد معاه. انت مش مهم، التقل كله عليا انا. عليك انت؟ امال هيعمل فيا انا ايه؟ ده سايبك امانه في رقبتي. امانه في رقبتك ايه بس يا عم عصفور؟ وانا عيل صغير. المهم قولوا لي انا هتصرف ازاي؟ اقول ايه؟ انا عندي فكره. احنا نقول انك انت اتحبست في الاسانسير لحد ما جم هدوا الحيطه وخرجوه. برافو عليكي، هي دي الفكره الصاحبه. بس اسانسير ايه ده اللي اتحبس فيه؟ اه صحيح، اسانسير ايه؟ اسانسير العماره اللي فيها الترزي. ترزي ايه؟ الترزي اللي رحت تجيب من عنده بدلتك الجديده اللي هتحضر بيها عيد ميلاد معاها. قام وانت نازل الاسانسير عطل بيك والدنيا اتقلبت بقى. بس بابا عارف يا فرحه اني بجيب كل بدل جاهزه وما بحبش التفصيل. خلاص انا مالي بقى، اتصرف، شوف لك فكره تانية. انا غلطانه. خلاص لا غلطانه ولا مش غلطانه، انا لازم امشي دلوقتي بدل ما اقعد واخد كلمتين في جنابي بعد اذنكم. لا بليز يا عم عصفور، خليك شاهد. انا مش مرتاح للواد اسمه عمر افندي ده يا بنا. من جهه ايه؟ من جهه نوسه. اذا كان على نوسه ما تقلقش منها. نوسة بنت حرية وحسن كوفتة بتلعب بالبيضة والحجر. لا يا منال،